ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: الجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم، والنار مثل ذلك. ومعنى الحديث أنك لا تدري ما هي الحسنة التي يرحمك الله بها، ولا تدري أيضا ما هي السيئة التي تعطب بها ويعذبك الله بها. فالجنة أقرب إلى شراك نعل أحدكم. شراك النعل، سيور النعل. والنار مثل ذلك، يعني يمكن أن يفعل المرء الشيء اليسير جدا ويدخل به الجنة، وأن يفعل الشيء اليسير جدا من المعصية ويدخل بها النار. فطالما أنك لا تدري ما هو العمل الذي يرفعك أو يضعك، فلا تستقل عملا إطلاقا، لا من الخير ولا من الشر. إن إبليس أنزل من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وإن آدم عليه السلام أهبط من جنة الخلد بلقمة أكلها، وإن المرأة إذا سرق ربع درهم، ربع دينار يعني 3 دراهم، تقطع يده ب3 دراهم. ولو أنه أولج فرجه فيما لا يحل بقدر الأنملة قتل أشنع القتلات. فما يؤمنك أن تدخل النار بذنب واحد؟ كما سمعت، هذه اليد تقطع بربع دينار، والكلام ده إذا وصل الحد إلى الحاكم. لكن إذا افترضنا أنه سرق وأخفى، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والمسألة فيها تفصيل، يعني إذا سرق، عفوا أو أصحح العبارة، إذا سرق ما يبلغ النصاب ولم يصل إلى الحاكم، كان دينا في عنقه يؤديه إلى من سرق منه من حسناته، أو يأخذ من سيئات الذي سرق. أما إذا وصل إلى الحد إلى الحاكم، فلا يحل للحاكم أبدا أن يسقطه، حتى لو أسقط صاحب المظلمة مظلمته.
وعندنا حديث صفوان بن أمية عند النسائي وغيره قال: كنت نائما في المسجد وتحت رأسي عباء، العباء بتاعته عاملها مخدة، فجاء رجل فاستل العباءة من تحت رأسي فأدركته، خد العباءة مشي جري وراء أدركه وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: بينما أنا نائم وإذا بهذا الرجل استل عباءتي وأخذها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يد السارق، أن تقطع يد السارق. فانزعج صفوان صاحب العباءة وقال: يا رسول الله، تقطع يده في 14 درهما؟ وهبته له، وهبته، وهبتها له، خلاص مش عايزها، أنا أعطيتها هدية له، لكن لا تقطع يده. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل قبل أن تأتيني؟ الكلام ده كان زمان، قبل أن تأتيني إذا وهبتها له خلاص انتهت المشكلة، لكن إذا رفعت الحدود إلى الحاكم فلا شفاعة فيها، لأن إقامة الحد في هذه الحالة صار حقا لله تعالى محضا، ما عادش المخلوق له في المسألة دي حاجة. إقامة الحد صارت حقا لله تعالى، لا يجوز للحاكم أن يسقطه أبدا، حتى لو إن صاحب المظلمة أسقطها عن صاحبه. هذه اليد النفيسة تقطع في 3 دراهم؟ من الذي يقدم على هذا إلا إذا كان فاقدا لعقله؟ ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد أو إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما ظن أن تبلغ به ما بلغت. كلمة كتير ناس ممكن يستهزئوا بالذات الإلهية أو يستهزئوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يستهزئوا بأي أحد من المسلمين ويظن أنه هو ظريف ولطيف وخفيف وأضحك الناس وفرفشهم والكلام، وما ظن أن هذه الكلمة تهوي به في النار 70 خريفا. ليه؟ لأنها من سخط الله، هو ده اللي ضيعه وأنزله 70 خريفا. الدكتور يحيى الجمل لما تكلم بكلام الكفر البواح الذي قاله: لو ربنا نزل من السماء وخد 70%، ده يحمد ربنا، فجعل للكون إلهين، جعل للكون إلهين، ده كلام كفر. مسألة احنا بنكفره دي قصة فيها بحث، لأن العبد قد يقول كلام الكفر ولا يكفر به، جاهل لا يدري ما واقع الكلام، لكن الكلام كفر لا يختلف عليه 2 ولا ينتطع فيه عنزان، كلام كفر. دي كلمة ممكن تكون من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ هذه الكلمة ما بلغت به. فالقصد بالكلام أن النار أقرب إلى شراك نعل الواحد منا، وكما قلت في مطلع الكلام: إن إبليس أنزل وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة. ومن الغرائب العجائب إن واحد زي ابن عربي
وتبعه طائفة من المنحرفين يقولون إن إبليس هو الذي وحد الله والملائكة أشركوا، ويستدل بالآية دي. قال إزاي؟ قال لك لأن إبليس أبى أن يسجد لبشر، والسجود للبشر شرك، فأبى أن يسجد إلا لله، يبقى هو ده اللي حقق التوحيد. إنما الملائكة سجدوا لمين؟ لآدم، وآدم ده بشر. بالله عليكم الذي يقول هذا الكلام عنده عقل؟ مش هقول عنده إيمان، لأنه كده انسلخ من الإيمان جملة واحدة إن كان يعتقد هذا. لأن الله عز وجل لعن إبليس وطرده بسبب المخالفة، وأمر الملائكة أن يسجدوا. فلما يكون الأمر أتى من الله عز وجل، ما فيش حد يتكلم. الكلام ده إنما يقال في حقنا نحن كبشر، إذا سجد بشر لبشر، إذا أقسم بشر على بشر ببشر، الكلام ده قال لي يدخل في الشرك. لكن رب العالمين لا يجوز أن يقال له ذلك. ما هو ربنا عز وجل أقسم بالتين والزيتون والليل إذا يغشى، وكل دي مخلوقات، ونحن منهيون أن نحلف بأي مخلوق أيا كان. إنما يجب علينا إذا حلفنا أن نحلف بالله عز وجل وحده. إنما الله عز وجل يحلف بمن شاء من عباده وبما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال تعالى ولا يخاف عقباها. فيقوم يخلط القصة دي ويقول لك إبليس هو الذي وحد الله لأنه أبى أن يسجد إلا لله. وآدم عليه السلام نزل من الجنة بلقمة أكلها. سفيان بن عيينة له كلمة جميلة في المفارقة بين ترك إبليس للسجدة وبين تناول آدم عليه السلام للقمة التي نهي عنها. قال إيه سفيان بقى الإمام القرآني المحدث الكبير الذي عقمت النساء أن تلد مثله؟ سفيان بن عيينة ده شيخ أحمد وشيخ الشافعي، وله كلام كده زي سلاسل الذهب، منه الكلمة الجملة اللي أنا هقولها دلوقتي. بقول إذا كانت معصية الرجل من الكبر فاغسل يدك منه، وإذا كانت معصيته من الشهوة فارجله، فإن آدم ترك السجود استكبارا فطرد، وآدم أكل شهوة فغفر له. وآدم إبليس ترك السجود لآدم كبرا فطرد، وآدم تناول لقمة بشهوة فغفر له. عشان كده في فرق ما بين المبتدع والماجن. يعني واحد حبيب وبتاع أفلام ومش عارف ايه والكلام ده بتاع، ممكن ده يتاب عليه. ليه؟ لأن شهوته كلها جاية منين؟ أو معصيته جاية من الشهوة. بخلاف المبتدع يعتقد بدعته دينا فيصر عليها ويموت بها، كما يحكون عن الجعد بن درهم اللي هو مؤسس مذهب الجهمية، الذين ينفون عن الله عز وجل صفاته التي وصف نفسه بها في القرآن. يقول لك إن الله ليس بسميع ولا ببصير. ليه؟ لأن سميع يبقى لازم له يكون له ود، لابد أن يكون له أذن، ولو قلت له أذن يبقى شبهته بخلقه، وقال تعالى ليس كمثله شيء، يبقى ما بيسمعش. وليس ببصير، لأن البصر يحتاج إلى جرح عين
وإذا قلت له عيني بشبهت الله بخلقه وليس كمثله شيء، بما ليس له بصر، وهو ليس متكلم، لأن التكلم عايز لسان وعايز سقف حنك وعايز إسنان وعايز شفتين. وإذا قلت الله يتكلم يبقى أنت شبهت الله بخلقه، يبقى ربنا ما يتكلمش. يبقى لما يكون ربنا عز وجل وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا سميع ولا بصير ولا متكلم، يبقى البشر أكمل منه ولا لا؟ لأن المتكلم أكمل من الأخرس، والبصير أكمل من الأعمى، والسميع أكمل من الأصم. طب أنا بتكلم كبشر، أنا بتكلم أهو وأنا أبصر وأنا أسمع، يبقى أنا أفضل ولا لا؟ يبقى جعلوا الخلق أفضل من الخالق لما نفوا عنه صفاته. وبعدين شوية جاهلة، مش طب ما يكمل الآية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أهو، فنفى المثلية وأثبت سمعا وبصرا. يبقى أنت كل صفات الله سبحانه وتعالى تأخذها مع ليس كمثله شيء، تقول هو سميع وسمعه ليس كسمعنا، وبصير وبصره ليس كبصرنا، ومتكلم وكلامه ليس كلامنا، وحي وحياته ليست كحياتنا، ها؟ وهكذا كل صفات الله سبحانه وتعالى. الجعد بن درهم ده قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. طبعا ده تكذيب للقرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليم، لما يقولك ما حصلش يبقى بيكذب إيه؟ القرآن على طول. كانت الشرطة زمان شعارها، مش الشرطة في خدمة الشعب، الشرطة في خدمة الدين، وهو ده المفروض يبقى شعار الشرطة، الشرطة في خدمة الدين. شعبة بن الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام الضخم الذي يروي عن الضخام، مر برجل يروي أحاديث مكذوبة، واحد بيقول أحاديث موضوعة من الأحاديث الكذب اللي الناس بتقولها دي، المؤمن كيس فطن مثلا، أهو ده حديث مكذوب مثلا، لا يجوز لأحد أن يقوله، إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. أهو ده مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ وأحاديث كثيرة جدا الناس عمالة تقولها وهي مكذوب، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أهو ده منكر، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا، أو ده منكر برضه. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر، أو ده منكر، ها؟ مش دي أحاديث كلها بتسمعوها وبتتقال والكلام ده؟ أهي دي كلها أحاديث بواطيل، يا تلاقيه موضوع يا مكذوب يا منكر يا باطل كده يعني. فواحد قاعد يحدث بأحاديث من هذا الجنس لم تصح، فقال له شعبة لتنتهين أو لأستعدين عليك السلطان، هبلغ فيك. هيبلغ مين؟ هيبلغ الشرطة السلطان، عشان يجوا واخد واحد بيحدد بحديث منكرة. طب ده لو الشرطة في خدمة الدين بقى، يبقى كل خطباء المساجد هيشرفوا في الزنازير بالنظام ده، لأن معظم الأحاديث اللي عمالين يقولوها على المنابر والكلام ده يا تلاقيها كلها ضايعة تقريبا يعني، إلا ما ندر من اللي هم بيتحروا البحث عن الأحاديث الصحيحة. فالشرطة كانت في خدمة الإيه؟ الدين. فلما الجعد بن درهم قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، السلطان بعت الشرطة يدوروا عليه لأن الرجل بيكذب القرآن. المهم قعد يدور عليه، فحروا لما جابوه، أخذوا حبسه لحد يوم عيد الأضحى.
جابوه متكتف وحطوه تحت المنبر. وبعدين خالد بن عبد الله القسري حاكم العراق خطب خطبة العيد، وبعدين قال أيها الناس، ختم ليه الخطبة بالجملة الآتية: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في أصل المنبر، تحت المنبر يعني. طيب، إحنا كمسلمين أبيح لنا أن نتكلم بكلمة الكفر لننجو. واحد قبلك ومعاه سكينة وقال لك بص بقى، قل أنا كافر، أنا درزي، أنا نصراني، أنا يهودي، أنا مجوسي، وإلا هذبحك. الشرع رخص لك أنك تقول الكلمتين دول وتمشي، كما قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. هو ده المشكلة اللي عليه، إذا انشرح صدره للكفر هو ده المشكلة. لكن تقول الكلام ده من وراء قلبك عشان تطلع من المطب، قال لك قل كلمة الكفر وانجو بها. طب ده ما كان ممكن يقول يا جماعة أنا تبت، ولا كانت صعب عليه يعني يقولها؟ كان ممكن يقول أنا تبت وخلاص يا جماعة، وأنا بأعلن توبتي عليكم على رؤوس الأشهاد وهوت والكلام ده، وكان ينفد بجلده. أبدا ما رفدش بجلده ولا قالها حتى ولا اعتذر. ليه؟ لأنه كان يعتقد ذلك دينا، كما تعتقد أنت أن الله لا شريك له. فالمبتدع يعتقد بدعته دينا ولذلك لا يترك البدعة. فمثل هذا يندر أن يخرج من بدعته إلا إذا تفضل الله عليه، بخلاف صاحب الشهوة. ولذلك صاحب الشهوة يخفي معصيته وصاحب البدعة يعلنها. صاحب البدعة بيجي على المنبر وبالمسجد وفي كل حتة وفي المؤتمرات ويقول البدعة بتاعته، مش بيدعو الناس إليها وعايز الناس كلها تبقى مبتدعة وتعتقد نفس الفكر، ها؟ فلذلك يعلنها. أما صاحب المعصية فيخفيها. فيش واحد أبدا ممكن يفعل معصية إلا إذا كان فاجرا في غاية الفجور، أو كان المجتمع كله فاجر، زي شاطئ العراه مثلا أو مدينة العراه الموجودة في أمريكا مثلا، كلهم بلابيص. طب كلهم بلابيص في بعض هيتكسفوا من إيه؟ ها؟ يبقى دي فجور عام، فمحدش مكسوف من حاجة. لكن إذا أراد أن يمارس الفجور في بلد تنكر الفجور، لازم يستخبى ورا باب، لازم يقفل بالضب والمفتاح، لازم يعمل حاجة. فصاحب الشهوة بيخفيها. طيب بيخفيها ليه؟ لأنه عارف أنها غلط. طالما عارف أنه غلط ممكن يتركها، بخلاف الذي يعلم أنه محق ويستعلن بها، زي أصحاب الإيه؟ البدع أو الكفريات أو إلى آخره، أصحاب المذاهب الرديئة. صح الكلام؟ يبقى إذن عندما نسمع هذا الحديث ينبغي للمرء أن يعرف موطئ قدمه، وإن الإنسان قد يغفر له بأدنى شيء. أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. ايه المفارقة الغريبة دي؟ يعني امرأة بغية يعني تتاجر بعرضها، دي شغلتها. فالبغية دي مثلا ممكن تكون زادت 500 مرة 600 مرة، نزلت تشرب من البير وبعدين طلعت من البير لفوق، لقت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش،
بيلعق التراب من العطش، رق قلبه. والرحمة دي مش من اختصاص المسلمين بس، الرحمة دي في قلوب العالمين جميعا. ممكن تلاقي واحد كافر من أكفر الكافرين وقلبه يقطر رحمة، ويبقى عنده مروءة ونجدة وشجاعة، ويلاقيك انت كمسلم مخالف له في الدين مثلا واقع في ورطة، هو اللي يروح يشيلك وبتاع ويتحمل تبعة النفقة والعلاج والكلام ده كل ده خايف عليك. الرحمة دي مش بتاعت المسلمين بس، إنما هي مشاع على مش على بني آدم بس، كمان حتى على الدابة العجماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء فأنزع على الأرض جزءا واحدا يترحم منه الخلائق، إنس والجن والطيور والحشرات والدواب والبهايم والكلام، حتى أن الدابة العجماء اللي ما بتفهمش يعني لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب. فالرحمة دي مشاع ربنا عز وجل نثرها في الخلق. فرق قلب المرأة البغي للبتاع، طب ما فيش لا إناء ولا معاها كباية ولا الكلام ده، خلعت الحذاء بتاعها ونزلت ملأته بالماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. دي عجيبة من العجائب ولا لا؟ دي عجيبة من العجائب بالنسبة لنا احنا بمقاييس المعاصي، لأن الزنا عندنا جريمة من أكبر الجرائم، وصاحبه يعذب وإلى آخره. دي امرأة غفر الله لها، ليه؟ لا يسأل عما يفعل. وفي المقابل امرأة حبست هرة، لا هي سقتها ولا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. أهو ده، شوف عملين متقابلين، شوف في منتهى اليسرى. وعندنا قصة أبي موسى الأشعري، وهي القصة دي رواها الإمام ابن أبي شيبة في المصنف بسند قوي، ورواها من طريقه أبو نعيم في كتاب الحلية وابن قدامة في كتاب التوابين، وهي من القصص الغريب. كان أبو موسى بيحتضر في النزع يعني، وهو بيحتضر قال لأبنائه وهم حواليه كده: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا أبانا، ومن صاحب الرغيف؟ فحكى الحكاية بقى. كان في راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة في صومعة، وكان ينزل البلد يوم واحد بس يقضي حاجياته، الأشياء الأكل والشرب والكلام ده، وبعدين يدخل الصومعة بتاعته. ففي يوم من الأيام نزل من الصومعة بتاعته، وجد امرأة جميلة ضعف، فبقي معها 7 ليال في الحرام يعني، ثم كشف عنه الغطاء وعرف الجريمة النكراء اللي هو وقع فيها، فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا يسجد سجدة، وظل هذا دأبه كل خطوة يسجد سجدة وقوم، يمشي خطوة يسجد سجدة وقوم، وهكذا فضل ماشي كده في الأرض إلى أن وجد جماعة من المساكين قاعدين في مكان كان بلغ به التعب مبلغه، أمرمي نفسه فسطه. المساكين دول كانوا 12 واحد، وكان في راهب بيبعت للمساكين دول كل يوم 12 رغيف. فلما جاء ده هذا الراهب العاصي ورمى نفسه فسطهم، بقوا كام؟ بقوا 13. فالراهب اللي بيجيب الأرغفة كل يوم بيجي مثلا يرمي لكل واحد رغيفه كده، كأن الراهب الجديد العاصي ده جف من نصهم كده ورمى نفسه. فالمهم ادى رغيف 1 2 3 4، فاضل آخر واحد رقم 13 ملوش رغيف، وده متعود كل يوم ياخد رغيف.
فقال للراهب: الرغيف بتاعي أين؟ أين رغيفي؟ قال له: ما كتمتك شيئا، هم الاثناشر بجيبهم كل يوم بوزع. يا جماعة، في حد أخذ رغيفين؟ قالوا: لا، كل واحد أخذ رغيف. فالراجل قال له: مالكش رغيف؟ حصل مشادة بينهم. قال: والله لا أعطيك رغيفا سائر اليوم. مين اللي سمع الحوار؟ الضيف الجديد اللي خد رغيف مين؟ الذي أخذ رغيف صاحبه اللي كان بياخده كل يوم. فقام واخد الرغيف، قام رميه لمين؟ رماه لصاحبه اللي هو بيقول: فين الرغيف بتاع؟ ومات من ليلته، اداله الرغيف وفي نفس الليلة مات هذا الرجل. فوزنت عبادته 70 سنة بسبع ليال، فطاشت عبادة 70 سنة، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فأبو موسى الأشعري بيقول لأولاده وهو بيموت: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. يعني عبادة 70 سنة طيرتها 7 ليالي من الزنا. هذه عبادة 70 سنة طارت ايه؟ ب7 ليالي. ورغيف مسح 7 ليالي. يطلع ايه رغيف يعني؟ ايه ما قيمته امام 7 ليال من الزنا؟ بلا تستقل ابدا طاعة تفعلها لعل الله عز وجل أن يرحمك بها وأنت لا تدري. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. غصن شوك، شوكة تدخل في رجل واحد، ممكن ما يكونش عندك نية خالص بس أخذتها رميتها. طب أنت ماشي دلوقتي ساعات تلاقي إزازة مكسورة، كوباية مكسورة والكلام ده، أنت عارف لو أنت وقفت ومسكت الإزاز ده ونحيته على جنب كده عشان ما يدخلش في رجل حد، ممكن ده يكون أبرك من قيام ليلك طيلة عمرك. هو احنا عارفين حاجة؟ هو احنا عارفين موازين الأعمال شكلها إيه؟ أهو حاجة سهلة أهو، ولا تكلفك شيئا ولا تكلفك عناء، لا سيما إذا استحضرت، وإنت بعد ما سمعت الدرس ده استحضرت إن غصن شوك، غصن شوك أنجى صاحبه، أهي إزازة ممكن تدخل في رجل واحد لأنها أخت الغصن، ها؟ ممكن يرحمك الله عز وجل بهذا الفعل ويكون أبرك من عمل أنت تعتد به، وجهزت له وعددت العدة وسهرت ونمت قبليها عشان تقوم الليل وبتاع، وتأنقت فيه وبتاع، وقعدت تقرأ بصوت جميل وتعيط طول الليل، ها؟ ممكن يكون الإزازة اللي انت رميت على جنب دي أبرك من الليلة اللي انت قمت بها دي، ممكن تكون أبرك من صيام في شهر 8، الدنيا حر واليوم طويل والكلام ده. فده معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا هذه اليقظة وأن يجعلنا من عباده المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.